يعني احنا في الحقيقة متحمسين نعرف تفاصيل اكتر، ومعانا الأستاذة منة طلال طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري. صباح الخير عليكي. صباح النور على حضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بيكي. يعني في البداية العالم كله دلوقتي بيتجه انه كل حاجة تبقى خضراء، كل المباني، كل يعني اللون الأخضر ده هو اتجاه العالم كله دلوقتي. حابة اعرف منك يعني ايه مبنى أخضر؟ تمام. هو طبعا مبنى اخضر يعني بيتم فيه استخدام الموارد بشكل جيد، ما يكونش فيه اي ضرر على البيئه ولا يكون فيه اي انبعاثات او تلوث يؤثر عليها، فبالتالي طبعا بيكون فيه استخدام جيد للموارد زي ما احنا قلنا، بيتوافق فيه الابعاد الاساسيه للتنميه المستدامه، بعمل ان المتحف او المبنى نفسه بيكون فيه استدامه وتحقيق المواصفات الرسميه العالميه فيه. عدم تهدير للموارد يعني. بالظبط. طيب استاذه منى، ده ازاي هيحصل؟ ازاي في هنقدر المتحف نطبقه؟ المصري الكبير، هو حاليا احنا طبعا في المتحف المصري الكبير وحصوله على شهاده الهرم الاخضر المصري، ده طبعا بيوفر ده بناء على توفير او تواجد مواصفات وشروط اساسيه في المتحف بيعتمدها، ان المتحف نفسه كمبنى اخضر بيحقق الابعاد الاساسيه بتاعت التنميه المستدامه من خلال ان هو صديق للبيئه، ما بيكونش فيه اي انبعاثات ضاره عليه. الحقيقه المتحف، خليني اقول لحضرتك ان فكره حصول شهاده الهرم الاخضر المصري كشهاده خاصه بالمتحف الكبير، ان هو ده كان تعاون من فريق المتحف المصري الكبير والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، ده كان في عمل مشترك وخطه مشتركه ان بيشوفوا ايه الاجراءات المتبعه في المجال ده، والحقيقه كان مطبق في المتحف المصري الكبير جزء كبير منها جدا. على سبيل المثال ان احنا اصلا اوريدي عندنا في المتحف المصري الكبير محطات رصد للتلوث، ده كان في من خلال بروتوكول مع وزاره البيئه، ده التحكم في مقدار التلوث ونعرف قد ايه المتحف كمكان ليه تاثير سلبي او ايجابي، بس الحمد لله ان كان امن تماما. فبناء عليه كان الخطوه اللي بعدها ان احنا نقدر نعمل فكره ان يبقى في شهاده الهرم الاخضر والتقديم عليها، وان هو يكون اول متحف في مصر يعتمد كمبنى اخضر. كمان المتحف بيعمل على استخدام الامثل للموارد زي ما احنا قلنا، او ده الاهداف الاساسيه للتنميه المستدامه، ان هو في مثلا في الفقره او الجزء الملف بتاع استخدام المياه، احنا عندنا فعليا خزان لتخزين مياه مطر، ده لغرض الري واعاده استخدام المياه مره ثانيه، لان احنا عندنا مساحات كبيره قوي خضراء في المتحف المصري الكبير، فده هيكون برضو الاستخدام الامثل ما يكونش فيه هدر للطاقه. وبالاضافه كمان ان احنا على مستوى الطاقه بشكل عام على في المباني المتحف المصري الكبير هيكون فيه استخدام الطاقه المتجدده، وكمان فكره الاستدامه نفسها تكون داخل المبنى نفسه وادارته، هيكون فيه نظام بيئي متكامل داخل المكان، يعني زي مثلا التهويه هيعتمد على التهويه الطبيعيه اكثر وتدفق الهواء بالشكل الملائم للمعايير الرئيسيه او الاساسيه لتوافر التجربه الايجابيه في المكان. طب استاذه منى، انتوا ايه المعايير اللي بتحطوها وعلى اساسها بتختاروا او بيتم اعتماد المتحف على انه مبنى اخضر؟ المعايير الاساسيه طبعا ان المكان ما يكونش فيه اي تلوث او مؤثر سلبا على البيئه، صديق للبيئه زي ما احنا متفقين. كمان هيكون بيحقق يعني بيحقق الاستدامه او التنميه المستدامه في استخداماته وفي موارده بشكل عام، الابعاد الخاصه بالتنميه المستدامه متوفره فيه، هيكون برضو موفر للطاقه، هيكون حاجه يعني مش مؤثره بالسلب بالعكس. يعني هي دي المعايير لو موجوده في المبنى بنقول ان هو ده المبنى مبنى اخضر. بالظبط. طيب يعني استاذه منى، خلينا بقى نعرف من حضرتك بشكل عام كده اخر تطورات العمل بالمتحف، فين وصل وضع الاثار في قاعه كمان توت عنخ امون تحديدا، الناس كلها يمكن العالم كله الحقيقه متحمس انه يعرف اخر الاخبار عن المتحف وايه اللي تم فيه حتى الان. طبعا المتحف المصري الكبير نسبة كبيرة جدا، نسبة الإنشاءات وصلت 100%، التشطيبات 99%، فاضل بس الجزء اللي هي التجربة أو اللي هي الإضاءات والجزء اللي هي الجزء الخاص بالإضاءات والتجربة فيها. طبعا قاعة ملك توت عنخ آمون بنسبة كبيرة جدا القطع الأساسية تم وضعها فيه وجاهزة بنسبة كبيرة، والباترين فعليا تم وضع القطع الأساسية فيها بشكل كبير. جاري العمل طبعا خلاص ان احنا يعني جاهزين ان شاء الله واستعدادات للافتتاح ان شاء الله، وربنا يكرم بالخير ان شاء الله يا فندم. طب وهل انتهى العمل بمركب الشمس؟
جاري العمل فيها طبعا، وبرضه الجزء الانشائي فيها وصل 100% وجاري العمل على التشطيبات الخاصه بيه. طيب استاذه منى، اخيرا بما ان حضرتك منسق العلاقات الدوليه بالمتحف المصري الكبير، عايز اعرف من حضرتك هل في خطه ترويجيه للمتحف المصري الكبير بالخارج، خاصه انه حضرتك بتقولي انه خلاص نسبه يعني الانتهاء منه تقريبا خلصانه 99% وان شاء الله الافتتاح قريبا؟ أكيد طبعا، بيبقى المتحف المصري الكبير بيتبنى استراتيجية خاصة بالترويج والتسويق للمتحف محليا وعالميا، وهيكون في خطط مختلفة ببرامج مختلفة. طبعا زي ما احنا شايفين ان طبعا ده من ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار، هيكون شكل مختلف جديد ملائم لمخاطبة الجمهور المختلف بكل فئاته، فبنطمن الجميع ان هيكون في حملة كبيرة جدا هتنال استحسان الجميع. كل الشكر ليكي استاذة منى طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري.